الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: هي معلمة تحفيظ قرآن، تقول الأمهات يعطونها هدايا في وقت المناسبات، تقول وهي تأخذ راتب ولكنه قليل، تقول ولكنني أخذ منهم الهدايا من باب تطيب الخاطر، وبعد أخذ الهدية أقوم بتوزيعها على بعض الأشخاص من أجل أن أكسب الأجر من الأمهات، فأكون أوزعها بنية الأمهات، فهل هذا الحكم، هل هذا التصرف صحيح؟ الحمد لله، لا أرى في ذلك حرجا ولا بأسا إن شاء الله عز وجل، إذا كان الإنسان متطوعا في تعليم القرآن. وأما من يأخذ راتبا من جهته التي هو موظف فيها فإنه لا ينبغي له أن يقبل شيئا زائدا من الهدايا ممن هم تحت سلطانه ويده. فإذا كنت تعلمين القرآن مجانا فلا بأس أن تقبلي شيئا من الهدايا والأعطيات، سواء من الطالبات أو من أمهاتهن. وأما إذا كنت تأخذين راتبا معينا من الجماعة الخيرية حتى وإن كان قليلا، فلا حق لك أن تأخذي شيئا لا من الطالبات ولا من أمهاتهن، لأن المتقرر عند العلماء أن هدايا العمال غلول، والله أعلم.